احفر ليه؟ كسرت البيضة، كسرت البيضة يا شباب، كسرت البيضة. اوكي يا شباب، كسرنا البيضة الثالثة مدري المية. شوفوا. اوكي، السلام عليكم، شلونكم شباب؟ ان شاء الله بخير. طبعا اليوم شباب جيت لكم بمقطع حرب البيض. طبعا يا شباب اللي اول مرة راح العب ويا اخوي حرب البيض، وان شاء الله يا شباب نفوز. طبعا سالي هواي ما منزل حرب البيض، وانتم طلبتوا مني هواي، واخر فيديو جاب دعم، فقلت يلا ننزل فيديو جديد. فاوكي شباب، ما اطول عليكم بالمقدمة، خليكم مع المقطع، مشاهدة ممتعة. اوكي يا شباب، هسه احنا دخلنا بالجيم مثل ما تشوفون. جيم يا شباب هذا الجديد يخبله بالسيارات. اوكي يا شباب، مثل ما تشوفون انا واخوي، ف ليتس جو. حلو، الجولد مشتغل عندك، اياه عندك هناك ايرون. هذا هو يا شباب الايرون، خلينا نطوره احسن. اوكي مثل ما تشوفون يا شباب جاي يغلف البيضه، اهم شيء حمايه البيضه. خلي نروح يا شباب على هذا العدو. اوكي والله هنا ايرون وهنا جولد. يا شباب خلينا نشتري لنا جولدن ابل. يا شباب جولدن ابل، وراح نشتري بكاكس حتى نكسر البلوكات ونكسر بيضتهم. هذا هو البكاكس، والله لو نشتري بكاكس ايرون ناكلها. اصلا البلوكات ما عدت تكفي، قد عندك بلوكات؟ كفو. يا شباب نجيب بلوكات، ايش فيني جايب بالسخن؟ ها عندك؟ يا شباب عده، خلي يعطيني. اوكي ستوك والله طاني، كفو. اوه يا شباب دروا بيه، خلي اروح لهم من فوق. هاي البيضة بقى مغلفينها بزجاج يا شباب، مغلفينها بزجاج. احا احا يريد يمكن يجيني. اصفر ليه؟ والله كفو يا شباب. اسمع شوف النوابة يا اخي، والله لو عندك سيف نجي نكتلهم. عندك؟ قتلتني يا شباب، بس عادي انا كاسر بيضتهم، بس نقتلهم ايزي بعد، بس نقتلهم ونفوز عليهم يا شباب. كل شيء الوضع مسيطر، تو هسه يا شباب كفو قتلناهم. اخوي طبعا قتل الاعداء. جوني جيت اطيح يا اخي، جوا على البيضة. قتلته. اللي اشتري يا شباب جولدن ابل، انا كاسر بيضتهم هذولي، قتلناهم هم. كفو يا شباب، هسه نروح للثانيين، يا رب نفوز يا رب. اوكي جولدن ابل، بس انه ضعيف، جيت انا عن بعد ترى استوني. شوف الجولد، جولد ودايموند والله. اوكي شباب خلي نروح للنص، والله كفو مسوي، هو اصلا مكمل البناء. اوفا شوف الايرون يا شباب، وياه بعد البربل، البلو بعد يا شباب، البلو همه. وينهم البلو؟ يا رب ما حد يشوفني يا رب. هذوليك البلو يا شباب، والله بسم الله يا رب ما يجي وراي. ما حد بالقلعه، ما حد بالقلعه يا شباب. كسرت البيضه، كسرت البيضه يا شباب، كسرت البيضه والله كفو. بعد يا شباب اللايت بلو، يعني السمائي. وينهم؟ وين ذاك السمائي يا شباب؟ خلي نروح عليه، خلي ياكل جولدن ابل. لا يا شباب وات، الدرع مالي اختفى، كل شيء اختفى عندي. خلي ياكل. ويا شباب يركضون وراي، يركضون وراي. خلي افلت. اوكي يا شباب كسرنا البيضة الثالثة مدري المية. شوفوا كم ياهو بعد يقدر انه، بقت بس بيضتنا شباب. اقول لك احنا الوردي مو يا شباب، طلعنا احنا الوردي والله كفو. هذولي هذا انت ياب يا شباب، هذا اخوي، هاي سيطرنا يا شباب. لا تقولوا لي من اول جيم صورنا دي راح نفوز، والله ما مصدق. خلي اشتري جولدن ابل، اشتري اثنين، تم اشتري جولدن ابل. وين اكثر؟ لا لا يا شباب حرام حرام، بيضتنا انكسرت وبعدي ما مكسوره، راح تنكسر. رايح منا، وينهم؟ انا ترى بيضتني. ذاك تعال، لكن الجولدن ابل عندك جولدن؟
اوكي شباب نصعد له من فوق وهذا التكتيك المال. لا اشلون بعد روحه بعد روحه يا الله متنا 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 والله. شلون اوصل لهذا؟ واع السيف مالي قتلته. كفو يا شباب وين هذا صاحبه؟ كفو يا شباب كفو يا شباب والله كفو والله كفو من اول جيم. لا مستحيل. تعال تعال خلينا المقطع. اوكي يا شباب وصلنا لنهاية المقطع. لا تنسون اللايك وتشتركون بالقناة وفعل الجرس اشعارات حتى يوصلكم كل شيء جديد. وقلونا واتشنش الناس كلها اختفت. وقلونا اي شيء تريدون نزله بالقناة هاي جاي يصير. وبس مع السلامة.